نتنياهو يرسل 2 من كبار مستشاريه إلى واشنطن لمناقشة استمرار حرب غزة، وبلينكن يزور السعودية ومصر. مقترح إسرائيلي في الدوحة رداً على مطالب حماس، يتضمن تبادلاً يشمل سجناء أمنيين وتأجيل النظر في عودة النازحين. انفجارات في مدينة الميادين في ريف دير الزور مركز الميليشيات الإيرانية في سوريا، تزامناً مع تحليق طائرات مسيرة مجهولة. حريق كبير في مخيم للاجئين السوريين في منطقة وادي أرنب في عرسال اللبنانية. أسعد الله صباحكم مشاهدينا وأهلا بكم في هذه النشرة، إذ أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن 30 شخصا على الأقل قتلوا في قصف إسرائيلي على لجان تأمين المساعدات قرب دوار الكويت في جنوب شرقي مدينة غزة شمالي القطاع. وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 31,819 قتيلا، بينما زاد عدد المصابين إلى 73,934. أتواجد هنا من أمام المخازن التي يتم فيها تأمين المساعدات التي تصل إلى شمال قطاع غزة من خلال دوار الكويت أو دوار النابلسي في حال وصلت منه. هذه المخازن تم استقبال فيها خلال اليومين السابقين عدد من المساعدات التي وصلت من خلال اللجان الشعبية وكذلك الجهات الحكومية التي أمنت وصولها إلى هذا المكان. هذه المساعدات تم توزيعها بشكل سريع على عدد من العائلات في مناطق شمال قطاع غزة في نظام معين، وهو أكثر من 5 أفراد وصلهم رطل من الطحين. لكن الجيش الإسرائيلي لم تعجبه ما حصل خلال اليومين الماضيين، فقام باستهداف هذا المخزن الليلة الماضية من خلال عدد من الصواريخ من الطائرات المسيرة، وقتل فيه شابين من الذين كانوا يؤمنون وصول هذه المساعدات في هذا المكان. كان هذا الأمر في نفس اليوم الذي تم استهداف فيه العميد فايق المبحوح في مستشفى الشفاء، وهو الشخص الذي كان مسؤولا عن تأمين وصول هذه المساعدات من خلال التنسيق مع اللجان الشعبية وكذلك الجهات الحكومية التي كانت تؤمن وصول هذه المساعدات إلى شمال قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يتعمد استهداف أي شيء يمكن أن يعزز من صمود سكان شمال قطاع غزة من خلال استهداف الشرطة الفلسطينية وكذلك استهداف عدد من اللجان الشعبية. الكثير من الدماء سالت في سبيل وصول هذه المساعدات إلى سكان الشمال، حيث بالأمس وفي مساء هذه الليلة قتل شخصين من الشباب الذين كانوا يؤمنون وصول هذه المساعدات. ادعاءات متكررة من الجيش الإسرائيلي بحرصه على وصول الكثير من المساعدات إلى شمال قطاع غزة، لكن الوقائع على الأرض تشير إلى غير ذلك. عبد القادر صباح من شمال قطاع غزة لقناتي العربية والحدث. رصدت كاميرا الحدث نزوح عائلة فلسطينية من محيط مستشفى الشفاء إلى الجنوب، وذلك بعد توغل دبابات إسرائيلية في حي الرمال وسط قصف عنيف على المنازل. مشينا لحد الحاجز يعني، وشفنا اليهود ووقفونا وخلونا نسيب الأغراض، ومسكوا جوزي قالوا له تعال عنا وانتوا امشوا ضلكم قذرين، ووقفونا في نتفة وشلحوا جاكيت وشلحوا أواعي، صار يفتشوا فيه. قعد تقريبا ساعة عندهم، ويعني قعدت أترجى فيهم أقول لهم سيبوه، يعني مش حتسيبوه ولا كيف، إحنا ما نقدرش نمشي لحالنا، معي أطفال. بكف اللي راح لنا، بكف اللي استشهد، بكف اللي انتكبنا، معي زهقنا حالنا، معي بكف الجوع، حشيش بنوك الغاد، عشب الأرض، عشب الأرض بنوك القاعدين. الليلة صار اجتياح وطخ الساعة 2 بالليل، وقالوا اجتاحوا الشفا وفي قوات خاصة وما بدر شو. الصبح طلع الانهار قذائف وطخ، وصاروا يلعقوا في المقرفونات، كله يتوجه لشارع الرشيد.
قلت ما بدها عاد، ما مش ضال الا انا وهالولد والبنت. أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الأخير سيرسل 2 من مساعديه الأكثر ثقة، وهما وزير الشؤون الاستراتيجية ومستشار الأمن القومي، إلى واشنطن لمناقشة استمرار الحرب على حماس وعملية رفح مع إدارة بايدن. وسيشارك بالرحلة أيضا ممثل من وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق التابعة للجيش الإسرائيلي والمسؤولة عن تنسيق المساعدات في قطاع غزة. وكان نتنياهو قد قال إنه عازم على تنفيذ عملية عسكرية في رفح للقضاء على بقايا كتائب حماس مع توفير حلول إنسانية للسكان هناك. ذكر موقع أكسيس الإخباري نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس عدة بدائل للهجوم البري الإسرائيلي المحتمل على رفح. وأضاف موقع أكسيس أن إدارة بايدن ستقترح بدائل الهجوم على رفح على وفد إسرائيلي. وأشار الموقع إلى أن إصرار إسرائيل على المضي قدما في اقتحام رفح سيكون نقطة تحول في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكين سيبدأ اليوم زيارة إلى السعودية ومصر، حيث سيلتقي بكبار القادة في البلدين. وسيبحث بلينكين مع المسؤولين في البلدين سبل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالإضافة إلى مناقشة التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن وزير الخارجية الأمريكي سيجري مباحثات مع القادة السعوديين في جدة اليوم قبل أن ينتقل إلى القاهرة الخميس للقاء المسؤولين المصريين. إسرائيل بدأت عملية صامتة في رفح كما تقول الخارجية الفلسطينية، لكن إسرائيل لا تقر بذلك، بل تجهز فريقا عسكريا واستخباراتيا وإنسانيا للاجتماع في واشنطن مع فريق أمريكي لبحث سبل بديلة لهزيمة حماس وتأمين الحدود مع مصر دون عملية برية في رفح. لن يمنعنا أي ضغط دولي من تحقيق كافة أهداف الحرب، القضاء على حماس وتحرير كافة الرهائن وضمان أن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل بعد الآن، وحتى نتمكن من ذلك سنجتاح رفح. رفح آخر المعاقل الكبرى لحماس التي لم يتعامل معها الجيش الإسرائيلي بعد، ولواء رفح بقيادة محمد شبانة هو اللواء الأخير من الألوية الخمسة الذي يضم وجودا عسكريا لمختلف الفصائل الفلسطينية. يضم 4 كتائب عسكرية هي يبنى والشرقية والشابورة والغربية، ويقدر عدد مقاتليه ب10,000. سننهي المهمة في رفح بينما نمكن المدنيين من الخروج دون أذى. ولا يزال اللواء بعد 165 يوما من الحرب يحتفظ بجزء كبير من قدراته العسكرية البشرية والمادية. سيكون على الوفد الإسرائيلي المتجه إلى واشنطن حل لغز تفكيك قوة حماس في رفح دون دخولها بريا في ظل تكدس النازحين. الخيارات تبدو محدودة جدا بين عمليات اغتيال مركزة أو حصار طويل يجبر القسام على الاستسلام، أو تعاون أمني مع مصر ترفضه الأخيرة، أو إخلاء رفح من المدنيين عبر إقناع النازحين بالعودة إلى منازلهم في الوسط والشمال، وربما تفكيك قوة حماس العسكرية باتفاق سياسي هو أيضا سيناريو ليس بالأمر الهين. أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي في مفاوضات الدوحة قدم اقتراحا رسميا ردا على مطالب حركة حماس فيما يتعلق بصفقة لتبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت الهيئة إن هذه الخطوة تشير إلى بعض التقدم الذي أحرزه الفريق الإسرائيلي المفاوض بقيادة رئيس جهاز الموساد، كما أن المفاوضين في الدوحة يحاولون أولا التوصل إلى تفاهم بشأن إطلاق سراح السجناء الأمنيين الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح نحو 40 إسرائيليا.
وبعد ذلك سيتم مناقشة القضايا المتعلقة بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة. ووفق مصدر مطلع على المفاوضات فإن المحادثات تتقدم، لكن من المتوقع أن تستمر عدة أسابيع وربما تكون هناك جولات إضافية. هذا واتهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إسرائيل بالسعي إلى تخريب المفاوضات الجارية في الدوحة من خلال إطلاقها فجر الاثنين عملية شملت تطويق واقتحام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة. وقال هنية في بيان إن ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني في مجمع الشفاء الطبي يعكس مسعى قادة الاحتلال لتخريب المفاوضات التي تجري في الدوحة عبر وسطاء قطريين ومصريين. بعد القاهرة طاولة مفاوضات في الدوحة تجمع طرفي الحرب في غزة المدفوعين ببعض من الاستعداد للحوار، وقد تحمل في مخرجاتها أخبارا سارة لسكان القطاع المنكوب. الحديث يدور عن بدء مفاوضات فعلية بين وفدي إسرائيل وحماس بشأن تفاصيل اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، بحسب ما كشفه مسؤولان إسرائيليان لموقع أكسيوس. في التفاصيل سيعرض الوفد الإسرائيلي والذي يترأسه رئيس الموساد مقترحا بهدنة مدتها 6 أسابيع في غزة على أن تطلق حماس سراح 40 إسرائيليا من المحتجزين لديها، بحسب مسؤول إسرائيلي. المسؤول أيضا قدر أن المفاوضات قد تستغرق 2 أسبوع على الأقل ولن تخلو من صعوبات بسبب ظروف الحرب القائمة، لكن المتفق عليه أنها خطوة متقدمة أحرزتها جهود الوسطاء الدوليين، وكان رد حماس الأخير وتقديمها اقتراحا لخطة من 3 مراحل من شأنها إنهاء القتال بارقة أمل نحو اتفاق ينهي الصراع. مع ذلك يبقى ملف الأسرى النقطة الشائكة في المفاوضات بين الجانبين، حيث تصر إسرائيل على موقفها في إطلاق سراح جميع النساء والأطفال قبل الموافقة على الهدنة، فيما تريد حماس تحديد قائمة من سيطلق سراحهم من الفلسطينيين في المقابل. أما الفجوة الأكبر بين الطرفين فهي طلب حماس انسحاب الجيش ووقفا دائما لإطلاق النار. قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه على دول المنطقة تمكين موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من التنقل بحرية لكي يستطيعوا تقديم المساعدات الإنسانية. يتعين على حكومات المنطقة أن تفعل ما هو ضروري لتمكين الاستجابة الإنسانية، وهذا يشمل السماح بحرية تنقل الموظفين الدوليين. نعتقد أنه يجب أن يكون المفوض العام لازاريني وموظفي الأمم المتحدة قادرين على زيارة مناطق عملية الأونروا بما في ذلك في غزة، وسنواصل العمل مع حكومة إسرائيل للموافقة بسرعة على جميع التأشيرات المطلوبة للعاملين في الأمم المتحدة. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات دوت في مدينة الميادين في ريف دير الزور، والتي وصفها بأنها مركز الميليشيات الإيرانية في سوريا، تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة مجهولة في سماء المنطقة، في حين أفاد المرصد السوري للحدث أن الاستهداف تم عبر 3 صواريخ، ما تسبب بمقتل قيادات بميليشيات إيرانية. مصادر الحدث أفادت بمقتل 5 من كبار قيادات الميليشيات الإيرانية، بينهم قائد حزب الله شرق سوريا. اندلع حريق كبير في مخيم للاجئين السوريين في منطقة وادي أرنب في إرسال، أقصى الشمال الشرقي من محافظة البقاع اللبنانية، دون التأكد من سبب الحريق أو حجم الأضرار البشرية التي خلفها. مخيم رمضان، مخيم رمضان يا شباب، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول يا شباب، صهاريج المي، ولع مخيم رمضان بوادي أرنب يا ناس، دخلكم.
قالت جماعة الحوثي إنها استهدفت سفينة أمريكية تحمل اسم مادو بعدد من الصواريخ في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنها أطلقت عددا من الصواريخ على مناطق إسرائيلية في إيلات، وأن هذه الصواريخ أصابت أهدافها. عرضت خلية الإعلام التابعة للجيش السوداني فيديو لما وصفته بانتهاكات قوات الدعم السريع في أم درمان، متهمة الدعم السريع باحتلال المساجد والكنائس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومنصات لقيادة عملياتها. إلى ليبيا، حيث خرج عدد من أهالي مدينة مصراتة في مظاهرة ضد قرار فرض ضريبة النقد الأجنبي وضد حكومة الدبيبة ومحافظ ليبيا المركزي ورئاسة مجلس النواب، مطالبين النائب العام بالتدخل لإيقاف الفساد ورحيل جميع الأجسام المتصدرة للمشهد في ليبيا. قال محافظ البنك المركزي المغربي في تصريحات للحدث إن بلاده ماضية في اتجاه تليين الدرهم المغربي أو تليين سعر الدرهم في السوق الخارجي. في هذا الشكل هذا ديال الجمال، السيد الجمال ماشي في هذا الاتجاه ديال التحويل او تليين ديال الدرهم او سعر الدرهم في السوق الخارجي. أثار تصريح ترامب الذي اتهم فيه اليهود الأمريكيين الذين صوتوا للديمقراطيين بأنهم يكرهون إسرائيل غضب الديمقراطيين، متهمين ترامب بتذكية خطاب معاداة السامية، وهذا قد يؤثر بشكل كبير على نتائج التصويت في نوفمبر المقبل. طوال حملته الانتخابية نأى ترامب بنفسه للحديث عن الحرب في غزة خوفاً من أن تحسب ضده ويخسر أصواتاً مثل ما حصل مع خصمه، ومع قرب وصوله لنيل لقب المرشح الوحيد للحزب الجمهوري أعلن تأييده للحملة الإسرائيلية للقضاء على حماس. أما التصريح الجديد والمثير فكعادته ترامب يفاجئ الجميع، معلناً أن أي شخص يهودي يصوت للديمقراطيين يكره إسرائيل ودينه. بالطبع حملة بايدن اقتنصت الفرصة وردت بغضب، متهمة ترامب بالتحريض على الكراهية ومعاداة السامية. إذن عنوان جديد يضاف للحملات الانتخابية، وهنا لابد من الحديث عن الصوت اليهودي الذي على ما يبدو سيلعب دوراً مهماً في الانتخابات الأمريكية حتى وإن كان عددهم لا يتجاوز 2%. دعم الحزبين لإسرائيل لا غبار عليه، إلا أن التقليد المعتاد في الانتخابات عادة ما يذهب الصوت اليهودي للديمقراطيين، وهذا يعود لمواقفهم الليبرالية من القضايا الداخلية. وبعد تصريحات ترامب يرجح مراقبون أن يبقى صوتهم عملياً للديمقراطيين.
وفقا للمراقبين ان دور اهم منظمتين مواليتين لاسرائيل في الولايات المتحده جي ستريت وايباك سيظهر ايضا في هذه الانتخابات، فلطالما طالب اداره بايدن بالزام اسرائيل بالقانون الدولي للحرب وانهاء الحصار الشامل المفروض على غزه رغم اتفاق المجموعتين على ادانه هجوم طوفان الاقصى. رفها السعد، الحدث. رغم نشر مقطع فيديو لها وهي تسير مبتسمة برفقة زوجها الأمير ويليام نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن الشائعات بشأن صحة الأميرة كيت لا تزال تشعل وسائل التواصل الاجتماعي. صورة كيت ميدلتون مع أطفالها لمناسبة عيد الأم كان يفترض بها أن تنهي الجدل بشأن مكانها ووضعها الصحي. العكس حصل، اشتعلت وسائل التواصل بشائعات وأخبار زائفة. وكالة عالمية سحبت الصورة وكيت اعترفت بالتلاعب بها. كانت كيت كمن ينفخ في نار نظريات المؤامرة التي تحاك ضدها. بعد أيام من حادثة التلاعب واهتزاز الثقة مع الإعلام، دخلت وكالة جيتي على خط الأزمات. الوكالة أعلنت أن هذه الصورة التي نشرها القصر في أبريل 2023 للملكة الراحلة وأحفادها تم تحسينها رقمياً من المصدر. والمصيبة هنا أيضاً أن الصورة التقطتها كيت. لكن دعونا من الصور. عندما قررت العائلة كسر تقليدها القديم ومشاركة معلوماتها الخاصة مع العامة، كان يفترض بهذه السابقة أن تقرب المسافات بين العائلة الملكية والجمهور، وهو ما لم يحصل. حتى هذا الفيديو لكيت نهاية الأسبوع وهي تسير على قدميها مبتسمة بصحبة زوجها لم يقطع الشك باليقين. الكثيرون على وسائل التواصل ما زالوا يسألون، هل هذه حقا كيت؟ ورغم ذلك كله، استطلاعات الرأي الأخيرة ما زالت تقول إن كيت وويليام الأكثر ثقة من الجمهور في العائلة الملكية. تعتبر منظمة المطبخ المركزي العالمي التي تأسست عام 2010 كمطبخ صغير من أبرز الجهات الفاعلة الآن في مجال توفير وتوزيع المساعدات الغذائية لسكان غزة، لكن هذه المنظمة ومقرها واشنطن لا تكتفي بدعم سكان القطاع الفلسطيني فحسب، بل توفر المعونة لجميع الأطراف المتأثرة بالنزاعات البشرية والكوارث الطبيعية من حول العالم. أطنان من المساعدات الغذائية تشرف عليها أبرز المنظمات الخيرية World Central Kitchen التي تحولت من الطبخ إلى الإغاثة، ترافق سفينة أوبن آرمز لإيصال الإمدادات إلى القطاع الفلسطيني. نحن الآن في الليل نعمل ولا نتوقف لإمداد غزة بالمزيد من المساعدات. 350 مليون وجبة قدمتها المنظمة حول العالم منذ تأسيسها قبل 14 عاما. بدأت فكرة المنظمة كمطبخ صغير عندما أراد الطباخ الإسباني الأمريكي خوسيه أندريس توظيف معارفه في مجال الطبخ لمساعدة المنكوبين إثر زلزال هايتي. عند قيامه بالطبخ مع العائلات النازحة خطرت له ولزوجته باتريشيا فكرة تأسيس المطبخ العالمي. إطعام الجميع بأسرع ما يمكن، ليس غداً، ليس الأسبوع ولا الشهر المقبل، بل اليوم. يعاينون الأماكن المنكوبة، يجمعون الطعام، ينقلونه في شاحنات وطائرات وسفن، ويتجهون إلى أهدافهم، كان آخرها قطاع غزة. وحسب بيان في موقعها الإلكتروني تقول المنظمة إنها تمكنت من دخول القطاع رغم القيود المفروضة، حيث تمكنت من إنشاء هذا المطبخ الميداني في رفح وشبكة من المطابخ المجتمعية في أنحاء غزة، كما قدمت في حمولتها الأولى حوالي 200 طن من الطعام.
يذكر أن منظمة المطبخ المركزي العالمي لم تكتفي بإرسال المساعدات الغذائية إلى سكان القطاع وحسب، بل شملت بقية الأماكن المتأثرة في صراع غزة وبقية الصراعات والكوارث حول العالم. في الختام مشاهدينا، لم يبقى سوى التذكير بأنه يمكنكم متابعة قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل معها. إلى اللقاء.